بكم أصدقائي الأطفال، سنتعلم اليوم معا الرقم 9. 9، الرقم 9. كم مصباحا يوجد لدينا هنا؟ 9، 9 مصابيح. 9، أحسنتم، أنتم أذكياء حقا. كم ساعة يوجد لدينا هنا؟ 9، 9 ساعات. 9، أحسنتم، أنتم أذكياء حقا. كم طائرة يوجد لدينا هنا؟ 9، 9 طائرات. 9، أحسنتم، أنتم أذكياء حقا. حسناً، ساعدوني في إيجاد الفقاعة التي تحتوي على 9 أشياء فقط. أحسنتم، هذه الفقاعة فيها 9 سيارات. أحسنتم، عمل رائع بالفعل. ساعدوني في إيجاد الفقاعة التي تحتوي على 9 أشياء فقط. هذه الفقاعة فيها 9 نجمات. عمل رائع بالفعل. ساعدوني في إيجاد الفقاعة التي تحتوي على 9 أشياء فقط. هذه الفقاعة فيها 9 قلوب. عمل رائع بالفعل. والآن سوف نتعلم كيف نكتب الرقم 9. نكتب الرقم 9 هكذا. أحسنتم، لنكتب الرقم 9 مرة أخرى. رائع، أنتم أذكياء حقا. لقد تعلمنا اليوم الرقم 9. 9، الرقم 9. أصدقائنا الأعزاء، لا تنسوا الضغط على اللايك. نتشرف بمتابعتكم ودعمكم لنا. نقول لكم من القلب شكرا لكم. كلنا نحب أناشيد الروضة، كلنا نحب، نحن كلنا نحب، نحن كلنا نحب أناشيد الروضة، نحن كلنا نحب، كلنا نحب، كلنا نحب أناشيد الروضة، كلنا نحب، نحن كلنا نحب، نعم كلنا نحب أناشيد الروضة.